السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة ثانية أهلا وسهلا بكم في برنامج طب على الهواء، فقرة صحة ولياقة. اليوم بتكلم على السعرات الحرارية، على الرغم اني تكلمت عليها في فقرات ماضية بالتفصيل وذكرت انواعها الثلاثة، لكن ما ذكرت كيفية حساب السعرات الحرارية. تذكير بسيط، السعرات الحرارية لها ثلاثة مصادر او ثلاثة مكونات: البروتين، الكربوهيدرات والدهون. البروتين فيه 4 سعرات حرارية، والكربوهيدرات 4 سعرات حرارية، والدهون 9 سعرات حرارية. البروتين مسؤول على بناء العضلات، والكربوهيدرات مصدر رئيسي للطاقة، والدهون مصدر صحي للجسم بشكل عام من إفراز هرمونات وغيره. زي ما تكلمت قبل شوية أن اليوم بيكون موضوع حول السعرات الحرارية وطريقة حسابها بالذات. طيب، السعرات الحرارية اللي بعطيكم هي اليوم سعرات حرارية افتراضية، وبعطيها لشخص يريد أن ينزل وزنه، لكن لا تصلح لجميع الأشخاص، ولكن من باب تعلم حساب السعرات الحرارية. على افتراض أنه شخص وزنه 100 كيلوغرام، نسبة دهونه 35%، رقم السعرات اللي بعطيه هو تقريباً 2000 سعرة حرارية. هذا الشخص بيكون دوامه فول تايم من 8 إلى 4، نشاطه متوسط مكتبي، تمرينه في وقت العصر إن شاء الله بيكون. الوجبات بتكون 6 وجبات، 3 وجبات رئيسية و3 وجبات فرعية. الإفطار وجبة بين الفطور والغداء، والغداء وجبة بين الغداء والعشاء، والعشاء ووجبة قبل النوم. لكن قبل ما أدخل في الموضوع أو في النظام الغذائي بالتفصيل وطريقة حساب السعرات، لازم أعطيكم شوية ملاحظات. أولاً، عشان نحسب السعرات الحرارية لازم نعرف القيمة الغذائية للأطعمة، يعني نعرف كم لكل 100 جرام صدور دجاج كم فيه بروتين. ثانياً، لازم يكون معك ميزان عشان توزن. طبيعي 100 جرام كيف بتعرفها إلا لو وزن. ثالث شيء، أنت حلو أنك تحسب السعرات وحلو أنك توزن، لكن لا تدقق كثير، لو دققت كثير بتمل. خلي الموضوع عفوي وصح على قدر المستطاع. الآن نبدأ بالنظام الغذائي. الإفطار بيكون بعد الكارديو، على اعتبار أن الشخص يريد أن ينزل وزنه، 30 دقيقة كارديو بعد الإفطار مباشرة. الإفطار بيكون عبارة عن 4 حبات بيض، حبة مع الصفار و3 بدون صفار. وأيضا ملاحظة أخرى، لما نحسب السعرات الحرارية لازم نحسبها أو يفضل نحسبها من المصدر نفسه. إيش يعني؟ أنا عندي مثلا صدور دجاج، هي عبارة عن إيش؟ مصدر بروتين. إذا بحسب السعرات الحرارية الموجودة في صدور الدجاج. الأرز يعتبر مصدر كربوهيدرات، بحسب السعرات الحرارية فقط من الكربوهيدرات، إذا في بروتين أو دهون لا تحسب. المكسرات هي عبارة عن مصدر دهون، صح أنه فيها بروتين، لكن السعرات الحرارية القادمة من بروتين لا تحسب، فقط تحسب الدهون. فعلى سبيل المثال، 50 جرام من المكسرات تحتوي على 25 جرام دهون، 25 نضربها في 9 تساوي 225 سعرة حرارية. الآن نبدأ في النظام. الإفطار بيكون بعد الكارديو، على اعتبار أن النظام هذا لشخص أنه يشتي ينزل وزنه، بيكون بعد الكارديو مباشرة. الكارديو بيكون 30 دقيقة على معدة فاضية متوسط إلى قليل الشدة، يعني سرعة 5 إلى 6 بالكثير. الإفطار بالإمكان أن يكون كالتالي: 4 حبات بيض، حبة بدون صفار، زائداً 100 جرام خبز أسمر، أو 80 جرام شوفان، زائداً نصف حبة برتقال، زائداً كاسة حليب خالي الدسم، ممكن تضيف عليها شاي أو كوفي عشان تكون أطعم ويعطيك طاقة بيومه. البيضة الكاملة تحتوي على 3 جرام بروتين، نحولها إلى سعرات حرارية، نضرب 3 جرام ضرب 4 يساوي 12 سعرة حرارية. معانا في هذه الوجبة 4 بياض بيض، يعني 12 سعرة حرارية ضرب 4 يساوي 48 سعرة حرارية من بياض البيض. صفار البيض يحتوي على 5 جرام دهون، يعني نضربها في 9 سعرات حرارية يساوي 45 سعرة حرارية. الخبز الأسمر يعتبر مصدر كربوهيدرات، 100 جرام من الخبز الأسمر في هذه الوجبة تساوي 50 جرام من الكربوهيدرات، يعني 200 سعرة حرارية.
نصف برتقالة تقريبا فيها 10 جرام كربوهيدرات يعني 40 سعرة حرارية. الآن نجمع السعرات: بروتين 12 جرام، 4 بياض بيض 48 سعرة حرارية، كربوهيدرات 50 جرام و10 من البرتقال تقريبا 240 سعرة حرارية، والدهون 5 جرام من الصفار يحتوي على 45 سعرة حرارية. إجمالي السعرات الحرارية في هذه الوجبة 333 سعرة حرارية. الوجبة الثانية بتكون بعد الإفطار لساعتين أو 3 ساعات حسب جوعك أو حسب وقتك، وهي عبارة عن صدور دجاج 150 جرام قبل الطبخ، فيها تقريبا 30 جرام بروتين، زائدا 200 جرام أرز بعد الطبخ، فيه حوالي 40 جرام كربوهيدرات و10 ملي زيت زيتون يعادل تقريبا 10 جرام دهون. 30 جرام بروتين من الصدور يعني 120 سعرة حرارية، 40 جرام من الكربوهيدرات يعني 160 سعرة حرارية، و10 جرام من الدهون يعني 90 سعرة حرارية. على اعتبار للتذكير فقط أن لكل جرام بروتين 4 سعرات، ولكل جرام كربوهيدرات 4 سعرات، ولكل جرام دهون 9 سعرات حرارية. إجمالي السعرات الحرارية في هذه الوجبة 370 سعرة حرارية. الوجبة الثالثة هي وجبة الغداء، وتكون بعد الوجبة السابقة نفس الشيء من ساعتين إلى 3 ساعات. وجبة الغداء لازم تكون غنية بجميع أنواع السعرات الحرارية، على اعتبار أنك في الدوام ومنهك ومتعب ومحتاج مصدر للطاقة، بروتين وكربوهيدرات ودهون. الوجبة اللي بتكون في الدوام هي عبارة عن معيار من الواي بروتين، فيه 24 جرام من البروتين يعني 69 سعرة حرارية، ممكن نضيف عليها 20 جرام مكسرات فيها 10 جرام دهون يعني 90 سعرة حرارية. نحسب الآن 96 سعرة من البروتين و90 سعرة من الدهون. إجمالي السعرات في هذه الوجبة 186 سعرة حرارية. لازم تدخل على النت وتشوف القيمة الغذائية للسعرات الحرارية، في كثير من المواقع توفر القيمة الغذائية، في كثير من التطبيقات في الآيفون في الأندرويد تعمل على حساب السعرات الحرارية، مثلا فتنس بال. الوجبة الرابعة لازم نركز فيها كثير، لأنها بتكون الوجبة اللي قبل التمرين لساعة ونص أو ساعتين. الآن بعيد لكم شوية: إفطار الساعة 8، وجبة ثانية الساعة 11، وجبة الغداء الساعة 2، الوجبة اللي قبل التمرين لما تروح البيت بتكون الساعة 5، تمرينك بيكون الساعة 6:30 أو 7 يعني بعد صلاة المغرب. ويفضل أن تكون مصدر بروتين ومصدر كربوهيدرات بسيطة، والدهون ما أفضلش أنك تأخذها بهذه الوجبة، لأن الدهون تؤخر من عملية الامتصاص، لكن لو حبيت تأخذ دهون مش مشكلة، يكون زيت زيتون زي ما ذكرت في الوجبة. الوجبة الرابعة 100 جرام تونة، فيه 20 جرام بروتين زائدا 200 جرام بطاطس، فيها تقريبا 40 جرام كربوهيدرات، زائدا سلطة قليلة السعرات الحرارية فيها الخيار والخس والطماطم والليمون حسب رغبتك أنت، زائدا 10 ملي زيت زيتون يعني 10 جرام دهون. 80 سعرة حرارية من التونة، و160 سعرة حرارية من البطاطس، و90 سعرة حرارية من الدهون أو من زيت الزيتون. إجمالي السعرات الحرارية في هذه الوجبة 330 سعرة حرارية. في وجبة بعد التمرين مباشرة، أنت بتتمرن حديد بعد ما تلعب كارديو، بعد الكارديو مباشرة في وجبة تسمى الريكفري ميل أو وجبة الاستشفاء العضلي. هذه الوجبة لا تؤخذ إلا أيام التمرين، تعمل على إعادة بناء العضلات عبر الأحماض الأمينية اللي بتاخذها من مصدر بروتين، وأيضا إعادة تعبئة مصدر الطاقة في الجسم عبر الكربوهيدرات. هذه الوجبة بس بتاخذها أيام التمرين. الوجبة اللي بعد هذه الوجبة بتكون بعد الوجبة بساعة ونص أو ساعتين، وهي الوجبة الخامسة ووجبة العشاء. الوجبة الخامسة بتكون عبارة عن مصدر بروتين عالي ومصدر كربوهيدرات قليل جدا يكون بسيط ومصدر دهون غير مشبعة. وجبة العشاء بتكون 150 جرام سمك زائدا 50 جرام أو 75 جرام رغيف أحمر أو حبة ونص رغيف أحمر، زائدا سلطة حسب الرغبة، زائدا 20 جرام لوز. 150 جرام سمك يعني 30 سعرة حرارية، طبعا إذا كان السمك من التونة يعني السمد. رغيف الأحمر حبة ونص تقريبا في 35 جرام كربوهيدرات يعني 140 سعرة حرارية من الخبز الأسمر أو من الرغيف الأحمر. 20 جرام لوز يعني 10 جرام دهون يعني 90 سعرة حرارية. ولا ننسى نحسب مصدر البروتين
اللي هو تقريبا 120 سعرة حرارية من السمك. إجمالي السعرات الحرارية في هذه الوجبة 350 سعرة حرارية. بتقولوا كفاية كذا الوجبات هذه الخمس؟ لا، لازم قبل النوم برضه تاخذ وجبة عشان خلال فترة النوم جسمك يتشبع أو يكون فيه أحماض أمينية تعمل على إعادة بناء العضلات المهدومة خلال التمرين الشاق اللي عملته، وأيضا تزود جسمك بالأحماض الأمينية خلال فترة نومك. عشان كذا وجبة قبل النوم مهمة جدا. مش تقول أنا أشياء ضعف ما أكلش قبل النوم، لا، لازم تأكل. إيش تأكل هنا الصح، لكن تجي تأكل أكل ثاني غير المذكور الآن اللي بذكره لكم أو غير المصادر اللي بذكرها لكم هذا غلط. يعني ما ينفعش تأكل بسكوت قبل النوم، ما ينفعش تأخذ أشياء غير صحية قبل النوم. الوجبة بتكون عبارة عن زبادي أو حليب خالي الدسم فقط. ممكن تضيف عليها السلطة، مش مشكلة، السلطة اللي تكون خالية من السعرات الحرارية أو قليلة السعرات الحرارية، هي عبارة عن خيار وخس وطماط وليمون أو مكمل بروتين بطيء الامتصاص يسمى كيزين بروتين. هذا يرجع للشخص نفسه إيش حاب يأخذ. قبل النوم زي ما ذكرت قبل شوية يكون مصدر بروتين بطيء الامتصاص زبادي قليل الدسم فيه 250 جرام، يعني 10 جرام بروتين. نضيف عليها معيار من البروتين الكازين فيه 24 جرام بروتين، 96 سعرة من المكمل و40 سعرة من الزبادي. إجمالي السعرات 136 سعرة حرارية. إجمالي السعرات الحرارية زي ما شفنا في العملية الحسابية هي 1705 سعرة حرارية. طبعاً أنا متعمد أني عملت كذا ما خليتهاش 2000 سعرة حرارية عشان نفهم. طلع السعرات الحرارية أقل من السعرات الحرارية اللي المفروض تأخذها، نضيف أطعمة إضافية إلى الأطعمة المضافة مسبقاً عشان تكمل 2000 سعرة حرارية أو عشان تكمل 2500 سعرة حرارية. إذا أنت لازم تأخذ 1500 سعرة حرارية، نقلل من الأكل عشان يكون 1500 سعرة حرارية، وهكذا. السعرات الحرارية المناسبة لك بتعرفها من خلال حسبة البي ام ار، بعدين تنقص منها 500 أو 300 سعرة حرارية بتعرف كم سعرة حرارية تحتاج عشان جسمك يحرق دهون. إذا جسمك يزيد وزنه نحسب البي ام ار ونضيف عليه 500 سعرة حرارية بتعرف كم السعرات الحرارية المناسبة لك عشان يزيد وزنك. السعرات الحرارية اللي طلعتها عشان تنقص وزنك ما بتكونش ثابتة، والسعرات الحرارية اللي طلعتها عشان تزيد وزنك ما بتكونش ثابتة. تتغير السعرات الحرارية حسب النتائج. يعني انت حاب تنزل وزنك كان 100 نقصته الى 90 ثبت على 90، لازم تنزل السعرات الحرارية. نزلت شوية سعرة حرارية تزيد نظام الكارديو، وهكذا. الموضوع يحتاج من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يضبط معك. مع الأيام بتعرف جسمك وتختبر جسمك وتكون خبير في جسمك. إلى هنا خلصنا جميع الوجبات. طبعاً الوجبات هذه اللي ذكرتها الهدف منها مش أنكم تتبعوا الوجبات هذه. الوجبات هذه لا تصلح لكل الأشخاص، قد تصلح لشخص بمجرد الصدفة. فقرة اليوم الهدف منها طريقة حساب السعرات الحرارية. فهمنا الطريقة، فهمنا أنه السعرات الحرارية عشان نحسبها لازم نعرف القيمة الغذائية للسعرات الحرارية. فمن المهم معرفة القيمة الغذائية للأطعمة، وأيضاً معرفة الطعام وزنه قبل الطبخ أو بعد الطبخ. في شيء مهم، وزن الطعام قبل الطبخ قيمته الغذائية تختلف تماماً على وزنه بعد الطبخ. فمثلاً 100 جرام صدور دجاج قبل الطبخ تساوي 20 جرام بروتين تقريباً، وبعد الطبخ تساوي 25 جرام بروتين. شوف إيش المناسب لك. في التطبيقات اللي ذكرتها لكم أول أو في التطبيق اللي ذكرته أو في كثير من المواقع يذكر لك الغذاء، يقول لك صدور دجاج مثلا قبل الطبخ، صدور دجاج بعد الطبخ، وزن البطاط قبل الطبخ، وزن البطاط بعد الطبخ، وهكذا. كل شيء موجود، كل شيء متوفر. الآن التكنولوجيا وفرت لنا وسهلت لنا كل شيء. عشان كذا لازم تهتموا في هذا الموضوع، وبنفس الوقت لا يكون في هوس كبير. تحسب السعرات الحرارية أوكي، بعد كذا بتكون الموضوع عفوي، ما فيش داعي انك توتر نفسك. اليوم ناقص علي 20 سعره حراريه، لا اليوم لازم ازيد 50 سعره حراريه، لا لا لا، ما فيش داعي للافوره في هذه الامور. اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. لازم نكون عفويين وسهلين عشان يكون نظام غذائي تبعنا اسلوب حياه، عشان لما نعمل نظام غذائي تبعنا نكون نحن عاديين فرحانين، ما نكونش متوترين. ما نكونش عشان نعمل نظام غذائي كأنك عملت حاجة صعبة، لا، النظام الغذائي زي أي حاجة تعملها بروتين حياتك. لازم النظام الغذائي اللي نعمله يكون معمول أو نطبقه بكل سهولة وكل سلاسة. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، إن شاء الله تكونوا استفدتم واستمتعتم بها، ونلقاكم في فقرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.